وتزيد المشاكل. فبالنسبه للظروف الظروف كلها مهيئه بالنسبه لتوتنهام لنستمع لاستقبال الجماهير. انجلترا ويمبلي، لكن في بلدان اخرى الملعب القومي يستخدم من قبل الانديه مثل اليانز ارينا مثلا في او ساد برلين الاولمبي او روما الاولمبي الى اخر ذلك. لكن وجود مثل هذا الملعب ولا يستغل في الدوري، يعني اعتقد ما يجري اليوم هو الصواب. طبعا فكره صائبه، وطبعا زي ما بقول الحاجات دي بتبقى معالم. يعني حلم لعيب الكرة من الاحلام انه يلعب في استاد ويمبلي. انا كان من ضمن احلامي لعبت فيه. فمن ضمن الاحلام اللي انت كيف لعب فيه؟ هل الجو في رهبه؟ طبعا له رهبه زي استاد القاهره مع الاختلاف. طبعا استاد القاهره من احد المعالم الموجوده في مصر، ويمبلي من احد المعالم الرياضيه الموجوده في انجلترا. فالاسلوب او اللي انت تلعب فيه يعتبر حلم من احلام لاعبي الكره. وهذا بقاله مشكينيا اليوم. شيء جيد استاذ دايما ان هذا الملعب ليس فقط كره قدم، هو للمناسبات. نعم. للحفلات وركب رياضي. نعم. تل قوس فريقان كبيران في ديربي لندن، توتنهام يستضيف تشيلسي. الى الشوط الاول وتعليق الزميل حفيظ دراج. الثانيه من الدوري الانجليزي الممتاز، ضربه الانطلاقه ستعطى لنادي تشيلسي. كره يلعب على الجهه اليمنى من هناك جيزارات بريك ويتا بابا باجول يفوت على تشيلسي اول كره للتهديف. اللعبه من اروع ما يكون من جزار اسبيليكويتا. الخلل واضح في دفاع فريق توتنهام ليس فقط يما في الوسط يلعب مع هاري كين. او لا لا دول بابا برايا، تسديده من اروع ما يكون من هاري كين. قوه لوريس في الانجل. اوه يا جولوريس، هذه المخالفه الونسو بابا بابا جول الكرة ممتازة خطيرة. أولا لا أو با 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 رائع. وبن ديفيس مرة ثانية لناحية كين 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 تفوق على ماركوس ألونسو وسدد الكرة وبعدين رجع بالرأس والدفاع تدخل وخرجها. إريكسين أولا لا مرة سلامات رائعة جدا هذه الكرة من كريستيان إريكسين. مرة سلامات لعبة مع كين 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 ضاعت. يا سلام، هاري كين يضربها في القائمة الأيسر هذه المرة. اللعبة كم كانت رائعة والدفاع يصدها. وانياما مرة ثانية سدده وتيبو كورتوا. يا سلام على ديفيز ولا مرة أخرى الحارس. إمبلي إلى الشوط الثاني، توتنهام لا شيء، تشيلسي واحد. إلى زميل حفيظ الدراج الذي سدد كرة لا يمكن للحارس إيغولوريس ولا لعش مع روديغير. أوه كرة ممتازة من هاري كين. با 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 خطيرة. ركنية أخرى، الركنيات تتوالى وتتهاطل. وعلى الخلف ديلي علي ديمبلي ونياما ولا لا بعيدة. إخراج مدافع كلية وإقحام مهاجم هو الكوري من هناك. الفارو مراتا الفارو بابا با كادت تأتي الضربة القاضية لتشيلسي من الفارو مراتا. ويليان فعلها البرازيلي، استلم وانطلق ويليان يبعث عن المراوغة. موزيس طلبها ودخل من موزيس. قوية جدا هذه التسديدة من النيجيري فيكتور موزيس. طبعا فيكتور موزيس ويليان با 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 القائم يصد. يا سلام عليك يا ويليان، القائم من إيغولوريس يسد هذه الكرة ويفوت فرصة جول ثاني. كرة بالرأس من روسي، الكرة الصعبة من إريكسون با 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 جول. من أين جئت يا ميتشي يا باتشواي؟ دخلت لكي تسجل لتشيلسي وليس على تشيلسي. هدف التعديل جاء في الدقيقة 82. يا باتشواي فعلتها يا أيها البلجيكي بأنطونيو كونتي، فعلتها بكونتي باتشواي. لا 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 الحكم يقول لك راح بيدرو يلعبها. الونسو الونسو جول با 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 غريبة وعجيبة كرة القدم يا ماركوس يا الونسو.
توتنهام يسيطر، توتنهام يضغط، توتنهام يضيع، توتنهام يقترب من إضافة الثاني، وتشيلسي يفعلها عن طريق ماركوس ألونسو. بالله عليكم، هل هناك متعة مثل هذه في مباراة ديربي بين توتنهام وتشيلسي؟ بالله عليكم، هل هناك متعة مثل هذه في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ماركوس ألونسو ينطلق، ماركوس ألونسو لم يكن ما يصح ملعب الوايت هارت لاين. نعم يا كونتي، يفوز تشيلسي بصعوبة. هو مش جاهز فنيا، وأول واحد المفروض يخرج بين الشوطين لتوتنهام هو وانيام. النهاردة هو أحد الأسباب الرئيسية في خسارة توتنهام. في الهدف الثاني أول ما الكرة جت لوريس وعلى طول عاوز مستعجل وبسرعة يعمل الهجمة المرتدة، والفريق كله طالع ورا الكرة، على طول الخطأ بتاع وانياما في نص الملعب وعملية استخلاص الكرة. يعني أول ما هتوصل على طول للوريس، شوف وانياما فين، وفقد الكرة في منطقة خطر، وفي التحول كل لاعبي توتنهام طالعين وما عملش رياكشن رد فعل سريع عشان يبقى مع ألونسو في الهدف الثاني. فهدف خطأ ساذج كلفك 3 نقاط في مثل هذا المستويات أو هذه المباريات. لا تقع في أخطاء ساذجة وأمام فريق يجيد استغلال الأخطاء، عنده لاعبين يجيدوا استغلال الأخطاء، وده سيناريو كان محطوط. هجمة مرتدة، كرة ثابتة، أحافظ على التكتلات الدفاعية الموجودة، وخطأ يسأل عنه لوريس طبعا. نعم، وقف مكانه. نعم، الكرة خطأ مشترك ما بين لوريس في بداية الهجمة وبينه وما بين ونيامة، وأيضا في عملية تسديد لألونسو. عشان كده بقول أحيانا الكرة ما تبقاش عادلة، الفريق الأفضل لا يفوز، إنما الفريق الأفضل عليه لا يرتكب أخطاء ساذجة في مثل هذا المستوى الكبير وفي مثل هذه المباريات الكبيرة وأمام فريق يجيد استغلال الأخطاء. السيناريو زي ما توقعه كونتي حصل في المباراة، وعنده صبر وهدوء طبعا. لا يسأل عنه رد فعل الحارس، يعني هذه ليست رد فعل حارس مرمى دولي دولي، ويسأل عنه بصفة كبيرة. لكن ألونسو قام بعمل مهم في هذه المباراة. يعني الهدف الأول من كرة ثابتة، الهدف الثاني تحرك بشكل جيد ولعب كرة 1-2 وأمن 3 نقاط. أكيد من أفضل اللاعبين في عملية الكرات الثابتة، لاعب عنده قدم. نعم، هذا في الشوط الأول قدم يسار ممتازة، ذكي في عمل التعامل. المجهود والسبرنت اللي بذله في الهدف الثاني آخر دقيقتين، كان عليه ضغط كبير جدا بداية الموسم، كان انذار قبل الدقيقة بداية الموسم. لاحظ بداية الموسم ما زال يحتفظ بهذه اللياقة وهذا التحول. شوف هني مسكه كورتوا، التحول هو في نص الملعب، في نص منطقة الجزاء، تحول هو ليس بدوره أن يكون متواجد مع الهجمة، هو خامس في وسط الملعب، هو يزيد دفاعيا. نعم، لكن شوف تحوله وصل داخل منطقة الجزاء، رجع مرة ثانية عملية التغطية، تحرك ذكي جدا من ديفيد لويس في وسط الملعب، الضغط وقطع الكرة. نعم، تحرك رائع وذكي أيضا من ألونسو داخل المنطقة، وأعتقد أن تسديدة كانت يعني يعني لوريس وحارس مرمى كبير مفروض أنه يتعامل معها بأكثر ذكاء من هذا، غير مقبول من نعم هذا. التعامل كان معه غير مقنع. لكن أنا أرجع إلى صلب المباراة، أعتقد كونتي بالإمكانيات المتاحة الموجودة عمل على ما هو يجب أن يعمل به، أن يكون بأكثر تحفظ في 6 إلى 7 لاعبين ركائز أساسية مش موجودة. خسر مباراة أمام بيرلي، الفريق فاقد الثقة ومهتز نوعا ما، بالبداية كانت صعبة. عمل على التنظيم الدفاعي، أسجل هدف من كرة ثابتة، من تحول، من خطأ، ولا يسجل علي، أهم شيء لا أستقبل مرماي هدف. في المقابل أعتقد من يتحمل خسارة هو بوكاتينيو، لسبب بوكاتينيو عندما زج في لاعبين في وسط الملعب، وتحديدا داير هو مع سيسوكو، يعني في حال الاستحواذ يدخل كلاعب ارتكاز في وسط الملعب. ونياما لاعب ضعيف فنيا في عملية بناء الهجمة، لاعب ضعيف ممكن تكون محطة تصعد عليها، صعب جدا. في الموسم الماضي ما كان يلعب ونياما، ما كان يلعب باستمرار، كان الأساسي يلعب ديمبلي بعض الأحيان أو داير كلاعب إذا لعب بالثلاثة بالخط الخلفي، لكن وجوده أعتقد كان مشكلة كبيرة جدا. من الشوط الأول هو بطيء في عملية التحضير، فريق توتنهام بحاجة إلى أن يكون نفس رتمة في الموسم الماضي، سريع في التحضير، سريع في التحول، هذا لم يكن متواجد مع فريق توتنهام في تطلب الكتاب الإيطالي الإيطالي التعامل مع الظروف المحيطة. المحيطة صح، الظروف المحيطة هو من نجاح فيها كونتي. الواقعية. نعم، هذا نجاح المدربين هذا نجاح المدربين، أن يتعامل بمنطقية وواقعية، لا يبالغ في عملية التعامل مع المباريات في هذه، في بعض الأحيان تحتاج إلى ترجع إلى مستوى
أقل من مستوى لاعبينك لأن هذه الإمكانيات المتاحة بالنسبة له. فبالتالي هي عملية التعامل مع المباراة كان تعامل ذكي من كونتي بالإمكانيات الموجودة. وإذا كان من يلام في هذه المباراة أنا أعتقد بوكاتينيو في تعامله في الزج ببونياما اللي بوجهة نظري مستواه ضعيف في عملية التعامل. أصعب شيء في عالم كرة القدم أصعب شيء لم تنتهي المباراة 2-1 أنك تبدل لاعب وتشعر أن اللاعب هذا سوف يأخذك إلى مكان أفضل أنه يسجل عليك بشوي يعني عملية التسجيل. أعتقد يمكن هذه صعبة على اللاعب وعلى المدرب. نعم ومع ذلك أنقذه ألونزو مرة.